السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غنتحولوا إلى الدار البيضاء مع اللس. ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام. حياك الله اللس سعيدة. الله يحفظك ويطول عمرك خلي لك صحتك. نهار كبير ملي اتصلت بك وسمعت الصوت ديالك. الله يبارك فيك لالا. أنا صايمة اليوم شحال واش مزيان ولا لا؟ جميل. أيام البيض 13 14 15. جميل لالا سعيدة تقبل الله الله منك. فأنت الحمد لله ديال السنة مرتين. الأيام البيض اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم 13 14 15 أيام اكتمال البدر فيها أجر وثواب. ثم اليوم ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صيغ الاحتفال أن نصوم هذا اليوم شكرا لله تعالى أن أنعم علينا وتكرم وتفضل وبعث لنا هذا النبي فهنيئا لك جائز ولكن أجر وتواب. الله يرحم والديك الله يحفظك. دعي معنا لنا سعيدة دعوة الصائم لا ترد دعي معنا واحد دعوة دي الخير. الله يحفظك الله يحفظك الله ييسر أمرك مع الجميع يا رب يا كريم يا رب. دعي مع السادة المستمعين أجمعين. الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله ييسر امرهم الله يشافي المريض يا رب. الله يرضي عليهم الله يرضي عليك. اللهم امين. الله يرضي على الكل الله يسهل على الكل الله يشافي كل من هو مريض يا رب يا كريم. الله يدي الايمان في كل قلب كل هو كل من هو في قلبه الايمان الله يدير في قلبه الايمان والله يبلي كل واحد يبلي بالصلاه يا رب امين. جيت انا بالصلاه والدين الحمد لله هنيئا. الله يحفظك الله ييسر امرك. اكرمك الله لالا سعيده حفظك الله ورعاك تقبل الله منك وهنيئا لك. فدعوة الصائم لا ترد وهذه صيغة أيضا جميلة من صيغ الاحتفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كل يوم اثنين فلما يسأل قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أرجو أن ألقى الله فيه. فتقبل الله من الصائمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.